المرأة دعمت من خلال يعني مد يد المعاونة لها من القيادة السياسية وتطبيقها على أرض الواقع. إحنا حصلنا على جزء كبير جدا من المكتسبات في الفترة الحالية، ما فيش فترة قبلها المرأة قدرت تحصل عليها، وخاصة إنها مكتسبات فعلية وليست هوية، بدليل إن أنا زميلاتي في البرلمان بيدخلوا بيقدموا مقترحات لمشاريع قوانين وبتتناقش بعضها، بيتناقش بعضها ما بيتناقش، بيغيروا مواد في القوانين وبيعدلوا. الحمد لله في حراك قوي جدا داخل البرلمان.